محمد، ايش الحين وصلنا لاي مرحلة؟ وصلنا لمرحلة تسخين الزيت زي ما انت شايفة. طبعا ما وصلنا لمرحلة الغليان، وقفلنا عليها. الان طبعا نخليها شوي على جنب. نبي نجيب البرطمان الزجاجي. طبعا يفضل انه نستخدم زجاج، لانه انت عارفة زيت حار اول شيء مع البلاستيك مضر، ثاني شيء ممكن انه يذوب. صح. إيه. فأفضل شيء برطمان زجاج أو مثلاً حاجة ستيل. أوكي. مبدئياً، بعدين عادي نحفظ ببرطمان زجاجي. بس حلو لما نحطها في القزاز كذا تبان شكلها والحبيبات اللي فيها. صح. وإذا أنت خاطرك تزينها من جوا، صح؟ أكيد. طيب إيش راح نسوي الحين؟ طيب نبي نحط شوي من البهارات المطحونة. وفين حنحطها؟ داخل العلبة. أوكي. فنجيب بس ال. تبغى ملعقة؟ لا، القمع وملعقة. لا ستيل. تبغى ملعقة صغيرة ولا كبيرة؟ ملعقة صغيرة أفضل. شكرا. طيب طبعا مسألة البهارات اختياري، لكن على الكمية هذه ناخذ مثلا ملعقة صغيرة من كل نوع. هذه بودرة الثوم، بودرة البصل، وعندنا هنا السموك بابريكا. الله 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 الله. وعندنا هنا اللي هو الفلفل الكشميري الحار. طبعا هذه تتحكم فيها على مستوى الحرارة اللي تبغاها للزيت. صح. تبغى الزيت يكون حرارته عالية تزيد من الكمية، تبغى حرارته وسط ممكن تحط. والله كثرت. لا لا يروح. والله كثرت. طيب ونبغى نضيف برضه فلفل المجروش. مجروش برضه يعطينا على قولتك ديكوريشن، وبرضه نكهة مع الزيت. حلو. طبعًا شط شط. طبعًا أنا والله بالعادة ترى أستخدم كمية الفلفل المجروش أكثر من كذا، لكن أنا ما عندي مشكلة على فكرة، أعشق الأكل الحار. طيب جميل. الآن ننتقل للمرحلة الأخيرة. نضيف الزيت وهو حار علشان برضو تذوب معنا البهارات. صح. وتاخذ النكهة تبع البهارات المطحونة. يلا. نبي بس الصفاي. ما بتحطها مع البذور؟ لا، هذه بس أخذت منها النكهة. أوكي. أيوة. بسم الله. أمسك لك أنا. أوكي. وأنت حط. بسم الله. استنى استنى استنى، قرب لي الصفاية. يس تمام. طبعا هذا هو شكله. بالبداية تشوفين شكله مو صافي، لكن يعني ياخذ مع الوقت، ياخذ له ساعه، ساعه ونص، ساعتين، تنزل المكونات تحت ويبقى معنا زيت لونه احمر بنكهه جدا جميله. يا سلام. عادي يا سلام. احس ابغى احرك اللي تحت. اي هو لما تقفلينه خلاص ممكن انك تعطينا. اخاف ينكب علي وهو حار. لا طب خليني انا اسويه. عشان كذا قلت نستخدم حاول زيت عفوا قزاز ويكون نوعيته كويسه عشان ما يكسر معنا. تمام. الان هذا زيت الفلفل الحار او زيت الفلفل الاحمر الحار جاهز، ممكن نستخدمه زي ما قلنا مع وصفات كثيره.